أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: لا يوجد في بلادنا علماء، يقول أنا طالب علم، يعني نتعرض إلى الأسئلة، ما توجيهكم؟ يتعرض إلى إيش؟ بعض الأسئلة من العوام. الأسئلة نعم. الحمد لله، الآن كثرت وسائل طلب العلم، لكن على طالب العلم أن يتخير وأن يحرص أن يأخذ العلم عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تجد أن في هذا الحديث التحذير من ثلاث طوائف من أدعياء العلم، ثلاث طوائف خطيرة جدا. ولنأخذ أولا تحريف الغالين من الخوارج والمتصوفة والمؤولة ونحوهم، فإنه أول ما بدأ الانحراف إنما هو بسبب الغلو، بل أول ما بدأ الشرك إنما بدأ بسبب ماذا؟ بسبب الغلو. وتعرفون قصة القوم الذين بعث الله فيه نوحا عليه السلام، أول ما بدأ الشرك بسبب غلوهم في الصالحين، كما بين ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ومما كان سببا في ظهور الرافضة والخوارج هو الغلو، فالخوارج غلوا في آيات القرآن وتركوا الأحاديث النبوية، وفسروا الآيات بحسب ماذا؟ أهوائهم وغلوهم، وردوا أكثر الأحاديث بعقولهم، وشاركتهم في ذلك المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم من الطوائف المنحرفة، فحرفوا النصوص لتوافق أهواءهم ولتوافق غلوهم، وبعدوا بها عن منهج السلف وعن فهم السلف الصالح. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالغلو بتحريف الغالين؟ وهل قتل علي رضي الله عنه إلا بتحريف الغالين؟ وهل تجهمت الجهمية ورفضت الرافضة واعتزلت المعتزلة واستبطنت الباطنية وانحرفت المنحرفة أيا كانت إلا بسبب تحريف الغالين؟ فلنحذر، وهم موجودون الآن في الفضائيات وعبر زبالات الإنترنت وغير ذلك من الغلاة الذين يفتون بغير علم فيضلون وماذا؟ ويضلون، لأنهم قطاع طرق، قطاع طرق، فإياك أن تأخذ بفتاواهم
مثل الذين يبيحون قتل المسلمين أو المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين ونحو ذلك من الفتاوى الضالة التي تصدر من خلف الكهوف ومن وراء الآكام ومن الاستراحات ومن البساتين والحدائق ومن المخيمات الغالية. وميزة منهج السلف الوضوح، أنهم يدعون إلى أمر إيش؟ واضح بين المعالم، لا يدعون تحت الشجر وفي بطون الأودية ويختبئون بالشباب ويملون عليهم أفكارهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة كما فعل التكفيريون ونحوهم من الغلاة. فلنحذر من هذا الصنف، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين، وهؤلاء هم الغالون. فلنحذر من هؤلاء، ولو ادعوا الصلاح ولو ادعوا العلم ولو ادعوا التنسك ولو كانوا صواما قواما. والخوارج وجوه جباههم كالثفان من كثرة السجود، لكنهم على ضلال. على إيش؟ على ضلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه أي إلى عكسه. وهم أخطر ما يكون على الأمة، لأنهم يتكلمون باسم إيش؟ باسم الدين. وهنا الخطر، الخطر أنهم يتحدثون باسم الدين والدين منهم براء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، وإن لمن قتلهم أجرا. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، ووصفهم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سيماهم التحليق. ومن علاماتهم أنهم يفتي بعضهم بعضا ولا يرجعون إلى علماء المسلمين الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله. وقد أساءوا إلى سمعة المسلمين، فالإسلام الذي كان ينتشر في الغرب بطريقة عجيبة، وكانت هناك آلاف المدارس في أوروبا وأمريكا وغيرها، وكلها أغلقت بسبب فعل هؤلاء الخوارج الذين هم من الغالين. وكم فقد من خير، وكم أغلقت من مدرسة، وكم أغلق من معهد بسبب تبنيهم ما يسمى بالبطولات والتضحيات والتفجيرات، وهي انتحار، حيث انظر إلى ما يجري الآن في باكستان وفي بعض البلاد من تفجير. ما يعني، وإن كنا لا نقر قتل المستأمنين، لكن أكثر ما يقع القاتل من في من في المسلمين، أكثر القتلى من المسلمين. يأتي في ميدان وينسف من حوله بدعوى مجاهدة الكفار، وهو يقتل من المسلمين. وداوني بالتي كانت هي الداء. ومن هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل يوم أن كان المسلمين مستضعفين في مكة، وقد قتل والد عمار وأم عمار، وفعل بالمسلمين ما فعل، هل أرسل أحدا يغتال بين المشركين ويستعديهم على من؟ على المسلمين وهم بهذه المثابة. وهل هذه التفجيرات إلا انتحار ولو سموها بطولات واستشهادات،
والله ما خدمت إلا أعداء الإسلام، وما خدمت الإسلام بشيء، وما قدمت للإسلام شيئا إلا أن أسلمت المسلمين لمن؟ لأعداء الإسلام من الكفار والمعربدين في أرض الله. هؤلاء هم الذين انطبق عليهم تحريف الإيش؟ الغالين. وماذا؟ وانتحال المبطلين. المبطلين وإن كانت تنطبق على الغلاة وغيرهم، لكن المتبادر إلى الذهن أن المقصود الملاحدة الذين يدعون إلى المروق من الدين من دعاة الاختلاط ودعاة التفرنج والتغرب ودعاة التشبه بمن؟ بالكفار، ودعاة الانسلاخ من الدين بتركه شيئا فشيئا حتى يصبح الناس بلا دين والعياذ بالله. وهذا ينطبق على أصحاب العلمنة السفهاء الذين جندهم الغرب لمسخ المسلمين وتحويلهم إلى قردة وخنازير. نعم، هذا ينطبق على بعض كتاب الصحف المارقين من الدين والذين يريدون أن يمرق الناس مثلهم. هذا ينطبق على بعض أرباب الفضائيات الذين أفسدوا الدنيا والدين. هذا ينطبق على بعض المواقع العنكبوتية الإنترنت التي تبث الخنا والمجون والخلاعة وتريد من الناس أن ينسلخوا من دين الله الحق. والله لو أن هذه السهام موجهة لغير الإسلام لذهب واضمحل من أيام طويلة، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره العلمانيون ولو كره دعاة الاختلاط ولو كره دعاة التفرنج ولو كره دعاة التغرب ولو كره دعاة الانسلاخ من الدين. فهؤلاء هم المبطلون، دعاة الانسلاخ من الدين، فإنهم يشكلون خطرا عظيما على الأمة، وهم يتكلمون بكلامنا وبلغتنا ومن بني جلدتنا. ومن أخطر الأمور أنهم يحرفون النصوص من أجل أن تتمشى مع أهوائهم، ومن أجل أن بل ربما بنوا بعض أمورهم على نص حرفوه وتلاعبوا به. وهناك طائفة الآن ظهرت حديثا هي تخدم هذا الصنف من أصحاب العلمنة ودعاة التفرنج والتغرب. هذه الطائفة تدعي أنها تدعو إلى الإسلام، تدعي أنها تدعو إلى الإسلام، مثل الجماعة التي تسمى بصناع الحياة، ومبدأهم التنازل عن بعض مسائل الدين شيئا فشيئا من أجل أن يرضوا الغرب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيبيحون الغناء، ويبيحون التمثيليات، ويبيحون الاختلاط مع النساء، ويضحكون معهن ويضاحكونهن، ويتمجنون حتى في بأصواتهم ويقلدون أصوات النساء. إذا سمعت بعضهم كأنك تسمع ماذا؟ صوت امرأة، وهو يدعي أنه داعية إلى الله، ويتجول يجول في الأرض طولا وعرضا. وهذا مسخ للدين، هذا مسخ، مسخ للنصوص الشرعية. بل وصل به الحال زعيم تلك الجماعة الذي فتن به خاصة النساء في هذه الأيام، وبعض الناس فتنوا به فتنة عظيمة، لأنه يعطيهم ما يهوون
من الاختلاط وجواز المصافحة التي تؤدي إلى المسافحة وما إلى ذلك، وباسم يعني التقدم وباسم أن نريد أن نقدم الإسلام للغرب في قالب جديد وهو يتنازل عن الدين شيئا فشيئا، تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهؤلاء يشكلون خطر كبير، لأنهم يسمون أنفسهم ماذا؟ دعاة. أباحوا المصافحة، أباحوا كشف الوجه، أباحوا الغناء، أباحوا التمثيليات، أباحوا الاختلاط مع النساء، أباحوا أن يقابلوا النساء وجها لوجه، أباحوا أباحوا وأباحوا مما لا يمكن حصره. وهذا أمر في غاية الخطورة، وأخشى أنهم مجندون من قبل أعداء الإسلام من قبل الماسونية أو الروتاري أو نحو ذلك، هذا الذي نخشى منه. وهؤلاء هم المبطلون، يخدمون المبطلين، يخدمون دعاة الانسلاخ من الدين، ويفتون بترك صلاة الجماعة وأن مجرد سنة. هم والله ما قصدوا اتباع الأئمة الذين أخطأوا وأفتوا بذلك، وإنما قصدوا الانسلاخ من الدين. ولو وأباحوا الربا وأباحوا معاملات ربوية كثيرة، يعني أشياء لا تكاد تحصى والعياذ بالله، وهم يعتبرون في بعض الأوساط دعاة يدعون إلى الله. قالوا نحن نريد أن نقدم الإسلام في قالب جديد، والقالب الجديد هو التنازل عن كثير من الشرع، وهذا مسخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين ينطبق على كثير ممن أول النصوص كمؤولة الأسماء والصفات، وإن كان هؤلاء قد يعني يشاركون الصنفين السابقين فيما هم فيه من بعد عن الدين، ولكن هم أيضا خطيرون، لأن الجاهل عدو نفسه قبل أن يكون عدوا لغيره. وكثيرا ما تسبب الجهل في أن ينساق الجاهل إلى أن ينقاد للطائفتين الأوليين المحرفين والمبطلين، فيستخدمون هؤلاء الجهال لتنفيذ مآربهم ولتنفيذ مخططاتهم التي يهدفون بها إلى يعني هدم الإسلام وإيذاء المسلمين. ولكن الله ناصر دينه ومعلن كلمته، والعاقبة للمتقين، ولن نكون من الآيسين. أما ماذا تفعل أيها الأخ الذي تعيش في بلاد لا يوجد فيها علماء؟ الآن ولله الحمد كما قلت لكم عندنا وسائل كثيرة، لكن عليك أن تختار العلماء الربانيين الذين يبتعدون عن هذه الأشياء الثلاثة. وعلاماتهم هي ما يأتي، علامات العلماء الربانيين: أولا تقديم النقل على العقل، تقديم النصوص الشرعية وتحري الحق والصواب. ثانيا البعد عن التعصب للآراء، لآراء الرجال. ثالثا التعويل على فهم السلف للنصوص الشرعية، يعني التركيز على فهم السلف الصالح. هناك الآن دعوة إلى حرية الفهم والبعد عن مفاهيم السلف الصالح، وهذا مسخ والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الرابع بعدهم عن البدع. الأمر الخامس حبهم للسنة ولظهور السنة. الأمر السادس من علاماتهم عدم التسرع في الفتوى حتى يتأكدوا من النصوص التي يستندون عليها. من علاماتهم أيضا حب الخير للناس. من علاماتهم أيضا البعد عن حظوظ النفس. من علاماتهم أيضا الظهور وعدم الخفاء، لا يدعون في استراحات خاصة ولا في الوهاد والجبال والكهوف، لا يدعون في كل مكان، لأنهم يدعون إلى دين الله الحق الواضح الظاهر. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم ماذا؟ على تأسيس ماذا؟ ضلالة. إذا رأيت الناس يتخافتون فاعلم أنهم على ضلال. ديننا دين ظاهر، دين واضح، مثل ما ذكر لنا أحد المشايخ أنه طلبه بعض الشباب لينصحهم وليوجههم، وكلما أرادوا أن يجلسوا في مكان قالوا: لا، هذا المكان مكشوف، لا لا لا، هذا المكان ما يصلح، هيا بنا إلى الوادي الفلاني. يقول: فلما رأى توجههم قلت: أنتم ممن تخافون؟ عندكم شيء تخفونه؟ هيا بنا، أنا أريكم المكان المناسب. فأخذهم وأدخلهم المسجد. أخذهم وأدخلهم أين؟ المسجد، بيت الله، ووعظهم في ذلك المسجد. كانوا يبحثون عن أودية خفية سحيقة. طيب تخاف من ماذا؟ أكثر الذين يتخفون بدينهم هم أهل ضلال، سواء كانوا أهل إفراط أو أهل ماذا؟ أو أهل تفريط. فاحذروا منهم جميعا واحفظوا هذه العلامات، فإنها علامات العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم، فإن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا القادم في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.